أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد سعي مملكة البحرين دوما إلى تعزيز أمن الوطن وسلامة أبنائه، فالأمن هو أساس للتنمية والازدهار. وقال سموه إنه بفضل تكاتف أبناء الوطن وجهودهم المخلصة استطاعت مملكة البحرين أن تحقق الإنجازات المتميزة في شتى المجالات التي نفخر بها وفق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، منوها سموه بما تقوم به مملكة البحرين من جهود دؤوبة بتعاونها مع الدول الشقيقة والصديقة بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا سموه على أهمية أخذ الخطوات اللازمة من الجميع لتجنيب المنطقة المزيد من العنف والدمار وضمان الاستقرار والأمن، مشيرا سموه إلى موقف المملكة الثابت والراسخ ضد الإرهاب واستمرار مساعيها الرامية إلى محاربة الإرهاب والتطرف. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في مجلسه بقصر الفايبية بحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء اليوم، معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وسعادة السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعددا من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، وعددا من أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب، حيث أشار سموه إلى أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يلبي تطلعات المواطنين ويصب في صالح الوطن ونمائه. وأضاف سموه إننا مستمرون في العمل نحو تحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم بما يعود عليهم بالنفع والنماء، وهو ما نؤكد عليه دائما بأن المواطن هو محور التنمية وغاياتها، وأن الجهود المتواصلة نحو توجيه كافة البرامج والمبادرات التنموية التي تصب في خدمة الوطن والمواطن. لافتا سموه إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية التي أسهمت في توفير المزيد من الوحدات الإسكانية للمواطنين، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث أمرنا اليوم بتخصيص نحو 5000 وحدة سكنية في جميع محافظات المملكة. وأشار سموه إلى ما يتمتع به المجتمع البحريني من مقومات عززت من قوته وتكاتفه، وذلك بما يميزه من قيم عديدة من أهمها التعددية والتسامح، والتي نراها متأصلة في مجتمعنا، والتي انعكست على تعزيز مكانة المملكة كنموذج حضاري مميز وفريد، منوها بأن وحدتنا الوطنية وتماسكنا نجتاز بهما جميع التحديات، وهما يتوجب على الجميع مواصلة تعزيزه وترسيخه لدى الأجيال المتعاقبة، لتواصل مملكة البحرين بأبنائها الإسهام في نشر ثقافة السلام والتسامح. ونوه سموه بما حققته مملكة البحرين من نتائج إيجابية عكسها التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من عام 2019، والتي بيّنت استمرار الزيادة الإيجابية في مؤشرات النمو للاقتصاد الوطني مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018، مدعوما بانتعاش ملحوظ لعدد من القطاعات غير النفطية، والتي جاءت نتيجة لمبادرات تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة في إطار الرؤية الاقتصادية 2030. مؤكدا سموه أهمية مواصلة العمل على تنويع الاقتصاد عبر المبادرات والبرامج والخطط المختلفة والتي تسهم في الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي للمملكة، مشيرا سموه إلى ما يتمتع به الاقتصاد البحريني من مرونة أسهمت في خلق المزيد من الفرص النوعية الواعدة أمام المواطنين، حيث استطاع البرنامج الوطني للتوظيف الذي تم إطلاقه في فبراير 2019 في توظيف أكثر من 9000 باحث عن عمل من المسجلين ضمن البرنامج الوطني للتوظيف.
من جانبهم أعرب أصحاب المعالي والسعادة الحضور عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص لتحقيق المنجزات التنموية التي تصب في صالح الوطن والمواطن، واهتمامه بتعزيز التعاون الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي يعود بالنفع والازدهار على مملكة البحرين.